يا ابني ارحم نفسك شويه من المذاكره دي بقى. خد اشرب كوبايه الليمون دي وهي هتروقك. كتر خيرك يا عمتي. متهيألي لمونة عايشه ما كانش حنانها علينا هيزيد عن حنانك. انا طول عمري وانا حاسه ان انتوا ولادي، حتى ايام المرحومه ما كانت عايشه. هو بابا ما بيتكلمش عنها قدامنا ليه؟ هو ما كانش بيحبها يا عمتي. ده ما كانش فيه واحد في الدنيا بيحب مراته زي ابوكم ما حب امكم. بس تلاقيه يا جدي كاتب في قلبه وساكت. كان نفسي اشوفها الا بالحق. هي ملهاش ولا صوره في البيت ليه؟ هي من خلق الناطق كانت تشبه لك. حتى انا كنت دايما اقول لها يا دلال زهير طالع لك وونيس طالع لابوه حتى في اخلاقه. وماتت ازاي؟ كانت عيانه؟ ابدا يا ابني، دي ماتت في عز شبابها وكانت زي الورده المفتحه. الله يرحمها. طلعت تحج هي وجدك وجالنا الخبر، اتقلبت بيهم العربيه وماتوا هما الاثنين. الف رحمه ونور تنزل على روحها. يا عم ابني ولا زهير يا عم ابني ايه في ايه؟ ابعدي هنا.